يا عم ركز لنا شوية على المتزوجين، انت في ايه؟ انت كل نصايحك للي بيحبوا واللي بيتعرفوا والمرتبطين والمخطوبين، ركز لنا شوية على المتزوجين. انا عارف ان في كتير منكم بيقول كده. في حلقة النهاردة بقى احنا هنركز على كله، اللي نفسهم يتعرفوا لسه ما فيش اعتراف، والاصدقاء وفي مشاعر صغيرة بتتحرك كده، والمخطوبين واللي بيحبوا بعض لسه وداخلين على مشروع الخطوبة، والمتزوجين واللي معاهم أولاد متزوجة إن شاء الله مع حد حوش. يلا بينا. النهاردة على قناتنا اسأل محمد وعيلته التانية معانا قصة مختلفة وبتهم الجميع. صديقة لنا وصديق لنا بيعلقوا، حصل بينهم قرب اتكلموا على الخاص، حصل حاجة مش هينفع ان انا اقولها بالتفصيل دلوقتي، بدأ ان هو يهددها. الصديق ده قالت له انا هلجأ للاستاذ محمد ابو زيد وعيلته، قال لها خليهم ينفعوك. بتعرض مشكلتنا، بتعرض مشكلتها مع الشخص ده وبتقول الحقوني، بتستنجد بينا. الحلقة دي هتنزل بالتفاصيل كلها على قناة اسأل محمد وعيلته، وانا هسيب الرابط بتاعها في اول تعليق. التعليق المثبت تنزل على التعليقات هتلاقي اول تعليق الرابط بالازرق كده او في وصف الفيديو هنا وهنا. رجاء اشتركوا، رجاء انا عايز رايكم وعايز احذركم، لان ممكن يحصل مع اي حد في درس مستفاد قوي. وخليه ما دام هو بيتابعني يشوف محمد ابو زيد وعيلته هيعملوا ايه. هو بيقول لها خليهم ينفعوكي او اشبعي بيهم، انا برد عليك وبقول لك شوف انا هعمل ايه انا وعيلتي. يعني زي ما احنا بنقول كده يمكن نقدر ان احنا نندمك على حاجة زي كده. وصدقوني صدقوني بعد ما تعرفوا اللي عملوا بالتفصيل واللي قالوا، ممكن انتوا اللي تطلبوا يعني نعمل معاه اكتر واكبر عقاب ممكن يتعمل. انا بشكركم جدا على المتابعة، والحلقة هتنزل النهاردة، رجاء انضموا. رجاء هي ممكن تنزل متأخر على 12 ولا حاجة بالليل، بس رجاء فيها درس مستفاد قوي ومحتاجين رأيكم قوي. وإن شاء الله أنا متأكد إن عدد كبير هيلبي الدعوة وهينضم لينا، وأنا هكون منتظركم. وممكن تبقى حلقة طويلة شوية لأن هنوضح نقاط كتيرة وفيها تفاصيل مثيرة قوي. برحب بأجمل ناس في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. بعتذر عن الغياب، والله كنت تعبان، وبفضل دعواتكم من النهاردة كده قايم من النوم حسيت ان انا بقيت احسن، مش احسن قوي يعني، بس ما اقدرش بقى اغيب اكتر من كده. انتوا وحشتوني. ايه الحب اللي انا شفته ده والدعاء والجمال ده؟ وفي صديقة لنا من الجزائر يعني جميلة قوي كتب التعليق، يعني ما اقدرش ما اظهرهوش بصراحة، هيظهر دلوقتي على الشاشة. انا بشكرها جدا، ويا ريت لو سمعاني كده ترد في التعليقات. يعني بصراحة تعليق لفت انتباهي، ومش هي بس، مش هي بس بصراحة، كل اصدقائنا دعواتهم وتمنياتهم وحزنهم لما عرفوا ان انا عندي مرض خفيف كده. يعني هو كان شوية سخونية، درجة حرارتي كانت وصلت 40، والحمد لله بفضل دعواتكم راحت يعني. فانا بشكرها وبشكر كل حبايب قلبي اللي يعني زعلوا من جواهم وكتبوا تعليق ودعوا لي بالشفاء. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، وهو ده العشم، ما احنا عيلة واحدة. معلش بقى طولت عليكم، بس كان لازم ان انا اقول كده. يعني النهاردة معانا موضوع مهم قوي انطلب في الفترة الأخيرة، عايز اشغله، عايز اجننه، ابن المجنونة، عايز اجيبه على وشه. انا كأنثى ممكن ما عنديش خبرة في الفن او في التعامل مع الرجل. بص بقى، احنا هنديك شوية نصايح في حلقة النهاردة، مش نصيحة واحدة، ايا كانت نوع العلاقة بتاعتك اعمليها مع الرجل ده. لو مش شايفك هيشوفك، لو مش بيهتم هيهتم، لو مش مشغول ما هينشغل، لو مش بيفكر هيقوم وينام يفكر فيكي اللي انت عايزاه. اقسم بالله بس تطبقي بس وتحاولي وتخلي عندك صبر. خلينا نبتدي. اول حاجة، شخص بقى انا عايز اشغله، عايزاه يهتم، عايزاه يشتاق، حسيت ان هو دخل في سكة عوجة وبدأ يشوف غيري، يتشغل عني، يبقى فيه شوية تطنيش، إلخ شوية غرور كده. التبارد وليس البرود.
أول سلاح قاتل بيزعج أي رجل في الدنيا. أتبارد بس ما بقاش باردة، أعتقد المعنى كده، وإخواتنا الأبراج الترابيين بيتفوقوا في المسائل اللي زي دي. اهدي وما تاخديش كل حاجة على أعصابك وتبقي كده بتحركي في نفسك وهتولعي من أي مو. اهدي اهدي قوي كده، وخليكي ترسمي نوع من أنواع التبارد وليس البرود القاتل، يعني عشان يبدأ يقول هي مالها بنت المجنونة دي، هي مالها، ايه اللي حصل لها، هو انا ما عدتش مهم ولا ايه، هي مش بتفكر فيا ولا ايه، ايه اللي شغلها، والحب قل والاهتمام قل، هو في حد يعني قال لها ان انا عملت حاجة غلط ولا حاجة. يقعد مع نفسه. مش بس دي بقى، ده احنا معانا علامات كتير، التفاؤل وليس النكد. يعني انت بتتبرد وما انتش بارده، تفائلي بقى، ما تضربي ليش بوز وتعقدي لي دول 11 وتبقي الدنيا كأن يوم القيامة بكرة. لا، ما هو في بعض الرجال شخصيتها تعبانة خرفانة، فبتحب تعذب الأنثى كده، يعني طول ما هو شايفها متضايقة يقول لك آه شوفوا التأثير القوي بتاعي، طول ما أنا بقى يعني مش محسسها بالاهتمام هي متنكدة، اعمل لها كده تلاقي الابتسامة العريضة على طول. لا، اتحكي حتى الضحكة، لو اتحكي واسمعي على التلفزيون وعلى اللاب وعلى الموبايل، وكلمي صاحباتك واهلك وتحكي على اي نكتة بايخة بتتقال وانت بتتفرجي، لازم يبقى فيه، ما تحسسهوش ان انت نكدية، ما هي المواضيع بالتدريج كده واحنا ماشي. الغموض وعدم البوح او عدم البوح دي النقطة التالتة. ما روحش بقى يعني، خلي فيه بقى غموض بقى في الموضوع عشان نروشه اكتر، عشان نجننه اكتر. انا طبعا بقول حركات او علامات كتير، اللي ينفع منها معاك اعمليه. يعني انا مخطوبة، اللي ينفع من العلامات دي اه 1 2 3 6 7 هعمله، انا متجوزة ينفعوا كلهم نصهم، هكذا اللي تقدري تعمليه اعمليه، وشوفي النتيجة بعد كده. انت ما تقعديش بقى ايه زعلانة منك يا قاسي، يا اللي ما يعني ما بتسألش، يا اللي ما بتعبرش، يا اللي ما بتهتمش، او تقولي كلام من تحت لتحت كده، اللي حبه خدوا ايه واللي اهتموا خدوا. بلاش نبرة اليأس دي، هيفقس، خلى عند الغموض كده، وما تعرفهوش ايه اللي بيدير جواكي كل الاشياء دي. علم النفس هو لما درس النفس البشرية قالها لنا، قال لك تعمل مع الرجل كده يبدأ يفكر، يبدأ يتشغل، يبدأ يتروش، يبدأ يركز معاك، يبدأ يشوف مالك، يبدأ يشوفك مختلف. أقسم بالله دي الأنثى اللي بيشوفها مختلفة وما بيقدر إن هو ينساها إطلاقا. بصوا بقى، وإحنا بنكمل كده عشان في أصدقاء كتير بيبعتوا على الخاص وأنا بتأخر، وبعتذر إن أنا بتأخر في الرد. الحلقة دي هتجاوب على كتير أوي منهم، طلبي الوحيد، شايفينها مفيدة لايك وشير بس، أنا مش عايز غير كده رجاء عشان ما يزعلوش مني. أنتوا بتحبوني، ما ترضوش إن حد يزعل مني، ده طلبي الوحيد. الحركة اللي بعد كده، الاهتمام بالنفس وسيبك منه. مع كل ده بقى، ما هي الأنثى الذكية اللي عندها إرادة، اللي عايزة نتائج قوية، هتقدر إن هي تعمل كده. اهتم بنفسك، بتتزوقي لنفسك، اوعي تهملي نفسك قوي أبدا في الفترة دي، وسيبك منه حتى لو لقيتي لابس شوال شكارة أو اتعلقي دقنه متلخبطة مش بيسرحها، شعره ما اتحلقش بقاله 5 شهور مش عارف، ما تعلقيش خالص، ضوافره طويله المعفن ايا كان، اي منهم ما غسلش، اوعي تعلقي. اهتمي انت بنفسك وبالريحه، اهم حاجه في الفتره دي. بتهتمي لمين بنت اللي انت هتجننيني؟ هو بقى الراجل، انت بتهتمي لمين انت؟ يعني ده احنا المفروض في حاله من حالات كده الصمت بينا، ما واحنا بنقول انت هتعملي ده مع الرجل اللي هو مش حاسس بيك، او الرجل اللي هو شايفك اقل منه. يا بنت اللذين، انت بتتزوقي لمين؟ ده احنا العمليه بينا يعني مضروبه بجاز اليومين دول، دماغه تاكله. صدقيني انا بقول لك على حاجات كده يعني الخلاصه من اللب من جوه. الحركه اللي بعد كده، اعتمدي على نفسك، يعني حاولي ما تطلبوش منه طلبات حتى لو ضروريه في الفترة دي، رجاء فترة مؤقتة بس. وانا هقول لكم في النهاية، واقول لك في النهاية، تفضلي على المنوال ده او الحال ده
قد ايه، عشان برضو في بعض اصدقائنا يقولوا طب نفضل نعمل كده لحد امتى، بلاش طلبات ولا مادية ولا طب انا دلوقتي متجوزة يا ابو زيد والبيت عايز حاجة. اه ممكن يعني البيت والله احنا عايزين خضار عايزين فاكهة، الاولاد عايزين مصاريف وتقوليها له عادي، انما لو حاجة مش ضرورية اوي اجليها في الفترة دي، وحاولي انت تعتمدي على نفسك على قد ما تقدري في الفترة دي عشان تقولي له حتى بعدك مش مؤثر قوي، مش انت الهيرو اللي من غيرك ما اعرفش اروح ولا اجي ولا اتلبخ ولا اتنيل ولا احتس على عيني، عادي يعني اقدر انا كمان امشي واسير حياتي. خلي بالكم الرجل، كل الرجال عندها عقدة من الانثى اللي كده، مش عقدة، عندها استفزاز يؤدي للاعجاب من الانثى اللي بتعتمد على نفسها وتسيبه هو. يعني الانثى كده اللي بتدي له ايحاء ان هي تقدر تعمل الحاجه اللي هو المفروض يعملها، ولكن بتكبر بيك وتقول لك اعملها انت عشان بتحبك، تبقى عنده يعني حاجه حلوه قوي. انما لو وصل له ان ما تعرفش هي تعمل دي من غيري يتنك وما يعملهاش الا لما ياخد اللي هو عايزه، ولما يبقى متضايق منك يقول لك ما اناش عامل، هو توصل له الاحساس ده. خلي بالك الحركة بقى السابعة أو الستة أو الأخيرة معانا، رغم كل ده اوعي تقطعي المعاملة معاه، وده الغلط الخطأ اللي بتقعي فيه وتقع فيه معظم النساء. هتخليه يتلككلك، هو أنت مش عايزة تكلميني؟ هو أنا بكلمك ما بترديش؟ هو أنت ما بتسأليش؟ هو أنت ما بتهتميش؟ هو أنت بقولك اعملي ما بتطنشي؟ لا، اتعاملي معاه عادي، اتعاملي معاه عادي. شفتي صباح الخير؟ داخلة تنامي انا هنام، احنا مخطوبين او مرتبطين ابعتي له مسج اخبارك النهارده بس، وما تلوكيش ياما. يعني لو هو اللي بعت اخر مره، ما مش في الفتره دي بقى تقولي ولا بعت ولا عامله، لا هو المفروض سأل من يومين او امبارح عليا فانا هسأل، هكذا ماشي الرنج ماشي او التعامل او الدنيا بينا ماشيه ما فيهاش مشكله، ولكن بعمل كل ده على قد ما اقدر والمتاح لي منهم انا كأنثى بطبقه. يبقى مع هذا كله ما تقطعيش العلاقة معاه، تعالي نخرج نجيب حاجة ما فيش مشكلة، هو ينط ايه المشكلة، يلا نخرج، بس ما تاكليش ودنه والنبي في الطريق من كتر الكلام والطلبات. عادي بيكلمك رد عليه، بيسألك على حاجة الإجابة على قد السؤال، فاهمني؟ امشي على كده من اسبوع اسبوعين ماكسيموم 3 اسابيع، وانا عارف ان دي فترة طويلة لو انت بتحبي قوي شهر ده بالكتير، يعني 3 اسابيع شهر، صدقيني من اول يوم هتبدأي تلاحظي النتائج اللي انت عايزاها. وانا عارف انا بقول ايه، حتى لو انت مش في دماغ الرجل ده شوفي النتائج انت بعد كده، وتعالي تعالي قولي لي يا محمد يا ابو زيد انت بتتكلم صح ولا غلط، لان ده مش كلامي، انا مش بتفلسف، انا مش بفتي، ده دي دراسة علم النفس، اكبر دكاترة في اكبر الجامعات في العالم هم اللي حطوا لكم الملخص ده، انا بنقل وجهة النظر بطريقة توصل للكل فقط لا غير. طبقي، اصبري، خلي عندك ارادة وشوف النتيجة بعد كده. اكتبوا لي اراءكم في الحلقة دي، بكون سعيد جدا وانا بقراها وبقرا كل تعليقاتكم. مرة تانية بشكركم جدا على دعائكم ليا وعلى يعني تمنياتكم ليا بالشفاء. الجو حر يا جماعة أوي، مش عارف أنا لوحدي اللي عندي حر ولا لا، مش عارف، أمال في شهر 7 و8 هنعمل إيه، لسه في مايو والدنيا كده. أشكركم جدا على المتابعة.